المناسبات اللي عزيزه على قلبنا وعزيزه على المغاربه كلهم، فيعني دائما كنفرحوا كنسعدوا لا حنا لا الاطفال ديالنا لا الساكنه ديالنا، وكيف لاحظتوا وكيف لاحظ الجميع يعني دائما هذه الجمعيه الفتيه، هذه الجمعيه اللي دائما تواكب المسيرات ديال الانجازات ديال هذه البلاد ديال سيدنا الله ينصره. كذلك اليوم جينا نحتفيوا بعيد ميلاد ذكرى 21 ديال مولاي الحسن اللي بدينا كنحتفيوا بها يعني منذ ان يعني تزاد عندنا هذا الامير هذا الحبوب اللي ان شاء الله غادي نشوفوا منه كل خير. كذلك غادي نقول لكم شكرا لكم انتم جميعا اللي دائما كتواكبونا دائما كتحضروا لمثل هذا النشاط هذا. وفيف المغرب، الله عاش المغرب، الله يخلينا دائما في النشاط وفي كل ما هي جميله، والله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق، والله يهدي علينا دوك الناس. السلام عليكم. رشيد علوي، رئيس جمعية زمر التنمية الاجتماعية والثقافية. مرحبا بكم أولا قبل كل شيء في المهرجان الوطني 17 للطفولة والشباب، أغاني وفنون تراثية. هاد الأمسية كانت أمسية رائعة، علاش؟ جميع الثانويين سكانا والسلطة احتفلوا بعيد ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد في الذكرى 21. كانت ذكرى بهيجة بحضور فنانين كبار أمثال عبد الهادي الغاوي وفنانة منار وفنان يوسف، الحمد لله الحمد. وكانت عروض فولكلورية للفولكلور التراثي الأمازيغي والقناوي والجبلي، والحمد لله حنا جيت سعداء ورحبنا بالجميع. وساكنة مدينة سانة تفتخر وجمعية تفتخر بهذا النشاط ديال عيد ميلاد. السلام عليكم، معك المؤطرة أمل العاطفي من جمعية جوج مارس للتنمية الاجتماعية والثقافية بسلا. مرحبا بكم معنا اليوم، اليوم التالي التوالي كيف ما شفتوا تبارك الله كان حضور كثيف باش نحتفلوا بمولاي الحسن وبالذكرى 21 ديالو، فكنتمناو له عيد ميلاد سعيد. الجمعية اليوم انضمت حفل اللي سهرت عليه، فكانت فرق موسيقية، فرقة أضواء المدينة، فرقة سلاوية وفرقة موسيقية اللي قدمت مجموعة من أغاني التراثية اللي الرواد كانوا معنا فنانين كبار حضروا معنا باش يطفوا الشموع لهذا التخليد هذه الذكرى، كسي احمد الناجي الممثل المغربي ديالنا، محمد علي الغاوي ومجموعه من الفنانين الاخرين الغنيين عن ذكر. فالاهميه ديال هذا الشيء كامل هو النجاح اللي عرفوا، سواء الكرنفال اللي كان البارح بسبب على ود هذه المناسبه هذه، وسواء هذا الحفل هذا. فممكن لي غير نقول لكم عيد ميلاد مبارك سعيد المولاي الحسن، وشكرا لكم على الحضور ديالكم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.